هذا التوقيع في الحقيقة ليس بداية المرحلة، ليس بداية المسيرة، ولكنه بداية مرحلة من مراحل المسيرة، لأننا بدأنا بالفعل وتلقينا دعما بالفعل. هذا الدعم وتلك البداية هي التي أغرتنا بأن نمضي في هذا الطريق لتلحق مصر بالأمم المتقدمة، أخذا بإرشاد ونستورد منهم ليس فقط المعونة المالية اللي هنصب إليها هذا البروتوكول أو التي عني بإبرازها، لكن لنستفيد منهم العلم وكل العلم في هذه المسألة. وسنعمل في تحقيق هدف محدد هو اللحاق بالعصر والتوافق مع الحضارة الإنسانية الأوروبية الأمريكية التي تقود العالم نحو التقدم، وفي نفس الوقت المحافظة على أصالتنا هنا في بلادنا. احنا كجهاز مركزي للمحاسبات رصدنا تجاوزات مالية خطيرة في عهد النظام السابق، والحقيقة هي كانت منظومة فساد بيكتمل بنيانها مع القرار السياسي، لأنه أنا أرى أنه لا انفصال بين الإرادة السياسية ومدى ضرورة الحاجة إلى إصلاح مالي واقتصادي. هذه اللجنة التنسيقية هي من اللجان الهامة، ولكن أنا أخشى ما أخشاه أن تكون هذه اللجنة أو المفوضية العليا لمكافحة الفساد التي وردت في الدستور هي كما من الأجهزة الرقابية يضاف إلى ما سبق أن ذكرت في أكثر من مناسبة أن لدينا أكثر من 26 جهاز رقابي، ولكن من المحصلة؟ المحصلة صفر. وزير مكافحة الفساد في مصر حاليا يتمثل في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد. You know the program that we've signed today between UNDP and the Ministry of Justice. البرنامج الذي تم توقيعه اليوم بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية ووزارة العدل أعتقد أنه مهم، لأنه أول شيء سيقوم به هو مساعدة التواصل بلجنة التنسيق الوطنية لمكافحة الفساد بعدد من الخبرات المتعددة حول العالم، فهذا سوف يساعد الناس لأنه سيوفر نوع من الخبرة التي يمكن من الحكومة استخدامها كأساس لوضع إطار القوانين. والسبب الثاني في أهمية البرنامج هو مساعدة إنشاء مؤشرات لمكافحة الفساد، وهذا يعني القدرة على قياس التقدم في العمل، فهو لا يعني فقط وضع خطة ولكن أيضا كيفية العمل عليها.